ما هي أهم أعراض متحور أوميكرون وما هي سبل الوقاية منه؟ نعم، هي حاليا لازم يعرفوا المواطنين انه الفيروس اللي راه مؤثر بكثره هو فيروس دلتا، لانه الاوميكرون على حسب توقعات المختصين راح يكون وراح ربما يتغلب على المشهد الوبائي خلال الايام والاسابيع المقبله، لكن على حسب المؤشرات اللي راهي تقول انه اوميكرون سريع انتشار اكثر من دلتا. سينو فيما يخص الاعراض تقريبا هي نفس الاعراض تاع دلتا، اللي تقدر تكون ألم في الرأس، ألم في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، ألم عضلي، تعب عضلي، فقدان الشهية، ألم في البطن، فقدان الذوق أو الشم أو واحد من الاثنين، إضافة إلى أعراض أخرى.